همی که گریه میکنه همی گریه گریه باشو گریه تو بدن کو گریه تو برای یوان رای میکنه احنا محبوسین هون من 4 ايام بس لانه طلعنا بالبحر اطفال شوفوا الاطفال نحن ما عملنا شيء بس طلعنا بالبحر ما قلنا اي ذنب هون في 40 حدا شوفوا الطفله كيف عم تبكي بدنا مساعدة ما عم يقولوا لنا أصلاً كيف بدنا نطلع من هون بطلوا يجيبوا أكلوا علينا الأضراب عن الطعام أطلقوا النار على السفينة أول ما وصلوا عملوا ضرب 4 طلقات رفعنا الأولاد وما حدا قدر رفعنا الأولاد ووقفوا نص ساعة ويتفرجوا علينا بعد ما بخشوا السفينة وقالوا لنا ما أجوا حتى غرقنا صرنا بالماء نزلت أطفال عراقيين طفل عمره شهور صار لي 5 أيام نحن طلعنا باليخت بعد نص ساعة اجى خطر السواحل بعد ما اجى خطر السواحل صار يقوص في الهواء بعدين قوص على القارب 3 طلقات بعدين القبطان هرب انا وامي صرنا عم نسوق الدفة وصار الشباب يساعدنا صار نص ساعة بالبحر والمي عم تجي على القارب تاكينا لحتى غرق القارب على الاخير لحتى اجوا اخذ حتى غرق القارب على الاخير لحتى اجوا اخذونا من المي هنن كان لهم نص ساعه بالبحر ما عم بيقربوا علينا وانا عم بحكي معهم بالتركي وبالانجليزي بعد ما اخذونا حطونا بيخت واخذونا على منطقه تجمع تجمعنا فيها وبعدين اخذونا حققوا معنا وحجزونا بدون ما يقولوا لنا شو بده يصير معنا قلنا هون 4 ايام ما بنعرف اي شيء اليوم علمنا اضراب عن الطعام وما رح ناكل لحتى يطلعونا همی که گریه میکنه همی گریه گریه باشو گریه تو بدن کو گریه تو برای یوان رای میکنه نحن محبوسین هون من 4 ايام بس لانه طلعنا بالبحر اطفال شوفوا الاطفال معنا من اختيار عمره 90 سنة مع تضخم قلب ومعنا شاب معه مرض بالعصب حيخلص دواء وما بيقدر يجي غير من اسطنبول اذا خلص دواء معنا اطفال كثير ومعنا رضع كثير معنا افغان وعراقيين اللي حارزينهم قلت لك ما لهم علاقة ومفكرينهم مهربين ما بعرفهم كلهم بس بعرف 2 منهم سمير اللي هو اخي وشاب اسمه آزاد كان بده يسافر معنا معنا موظف أخذوه حابسينه ومعتبرينه مهرب وهلا نحن عم نحاول نوكلهم محاميين بس ما عم نقدر نحكي معهم ما عم نقدر نقول إنه